عبد الرحمن دار الصحافة الوطنية لأنه شاب جديد يقع في آخر حلقة من حلقات القصر. أعيد السؤال. عبد الرحمن شعباني صرح في الصحافة الوطنية بأن الشاذلي الجديد يقع في آخر حلقة من حلقات القضية، يعني هو من صحافة غطة ومدينة مبدلة، مش معلومات كبيرة. والله أنا نقول الرئيس الشاذلي الجديد وقع له كما الرخلة هذه كل البومة، قال يسكت عام ينطق بكلمة فحشة. أنت سترت روحك مدة سنوات، وأنت إنسان منسي محترم كرئيس سابق للدولة الجزائرية، يكفيك فخر أنك كنت رئيس جمهورية مدة سنوات، واليوم قدمت الاستقالة نتاعك وحلت على المعاش. كيف ما كان هذا مش مشكلنا، المهم هو أن رسميا قدم الاستقالة نتاعك. وإذا كان بالصورة هذه اللي قدم الاستقالة أصبح شرف كبير لي، لأن في ظرف اللي فقد التوازن وفقد زمام الحكم. يكفيك فخر يا الرئيس الشاذلي بن جديد وأنك بقيت سنوات منتهية. اليوم ما حضرت الأمور هاي، ما شاركت فيها، ما كنت شاهد. هو حضرت نهار الحفل. إيه، ولكن ما كانش عندك دور ولا كنت شاهد. سمعتي مباشر. والتصريحات نتاعو كان قادر يمشي في التصريح نتاعو والفكر نتاعو أكثر من هذا، لأن ما فيش شك وأن عنده أسئلة كثيرة. أما محاولات عبد الرحمن شعباني خو العقيد شعباني، واللي نحترمه كثير لأنه بقى ناظم لإحياء ذاكرة سي محمد شعباني بإعادة الاعتبار لسي محمد شعباني، شاب ذكي عمره ما استعمل اسم خوه لجلب المال، ولا استعمل اسم خوه لنيل المناصب ولا غيرها. نحترمه احترام كثير على كل المجهودات اللي دارها باش يعيد اعتبار خوه، وما يخليش الذاكرة تاع خوه ولا التهمة تاع خوه تطفو ولا وإحنا معاه. كل ما يطلب سي عبد الرحمن شعباني كشهادات مواقف سي محمد شعباني إلا ينشد داخل. سي محمد شعباني بالنسبة لنا إحنا كان صديق، كان زميل، كان مسؤول نتاعنا، نحترمه كرمز الجهاد، كرمز القيادة، كرمز لمدينة بسكرة، كرمز لولاية السادة، وكرمز الصحراء، وجدير بكل احترام.